يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أكل الطعام، أكل طعام الكفار الذي صنع لأعيادهم إذا كان الأكل بعد يومين من الأعياد؟ لا، ما صنع للأعياد لأعياد الكفار لا يؤكل منه، لأن هذا فيه موافقة لهم، فلا يؤكل من الذبائح ولا من الأطعمة المصنوعة ولا من الفواكه التي جيء بها للاحتفال، لأن هذا فيه موافقة لهم. نعم.